أنا أهلا وسهلا فيكي بدي إنسايدر بالعربي. كتير مبسوطة أنه معكم لأول مرة. فاينلي دعينا فاينلي. بدنا نحكي شوي عن بداياتك. حضرتك فنانة فلسطينية الأصل، صح؟ مقيمة بالبحرين. انطلاقتك الفنية إذا فينا نقول كانت من لبنان، وحاليا انت بدبي، صح؟ يعني بقولوا الموسيقى بتجمع انترناشونال. بس خبريني شوي عن بداياتك اللي فينا نقول او فينا نعتبرها اجت مؤخره شوي. صح. ليه مؤخره؟ مؤخره لانه يعني دائما بقول انه يمكن بهداك الوقت او اذا ابتديت بخلينا نقول سن اصغر ما كنت جاهزه. احيانا الامور بتجي لسبب معين او بتتاخر لسبب معين. صار عندي نضوج اكثر كل ما عم بكبر، نضوج موسيقي، نضوج فكري. أنا حدا درس بزنس واشتغل بالبنك واشتغلت في مجال الإعلانات، وكان عندي شركة لمدة تقريبا 10 أو 11 سنة. وقررت بعد ما جبت عليا بنتي الأولى أنه صار وقت حقق شيء أنا بدي إياه. لهذا السبب قررت بانا تترك كل شيء خلفها وتبدأ حياة جديدة محورها الفن. بصراحة كنت خايفة من ردة فعل العالم، كنت خايفة من نظرة المجتمع، من نظرة أقاربك لإلك لما أخذتي هيك قرار؟ أكيد الموضوع مش مألوف، يعني حدا كان عم يشتغل بالبزنس بيقرر أنه أنا بدي أدخل شيء ما بعرف ولا شيء عنه، فأكيد ردة الفعل كانت سلبية. العائلة، يعني مجال الموسيقى كمجال منه كتير معروف، فأكيد كان منه مألوف أبدا. بس قدرت تقريبا خلينا نقول مع الوقت برهن أنه لا، أنا إن كنترول، بعرف شو عم بعمل وثقوا فيني. موضوع كمان ثقة، بس أكثر حدا شجعني هو زوجي. ورؤية بانا بمجال الفن هي الابتعاد عن المألوف بأي شكل من الأشكال. بانا ببدايتك بلشتي وانعرفتي أكثر بالكفر سونغز وبالماشاب بين العربي والإنجليش. ما بعرف شو أغنيتك المفضلة يلي عملتيها كفر، بس رح أقلك أنا شو اللي لفتني أكثر شيء. كتير حبيت ثلاث دقات، لأنه أنت مش مزجتي مع أغنية أجنبية، أنت ترجمتيها. من وين إجت هيدي الفكرة؟ كنت أحب أغني إنجليزي وأحب أغني عربي بنفس الوقت، فكنت دايماً عم بنقي أغاني حسيتهم بيلبقوا مع بعض وعم ندمجهم. بس قلت ما كتير حدا عم بيترجم أغاني عربية للإنجليش أو الإنجليش للعربي، خلينا نجرب. وقعدت أخذت ثلاث دقات، أوكي كانت كتير ضاربة بهداك الوقت. بربع ساعة ترجمتها للإنجليش، اتصلت عندي كان رفيق بيلعب جيتار، قلت له تعال نصور هيك شيء لذيذ وننزله سوشيال ميديا، ما كان حتى يوتيوب ات ذا تايم، بعدين نزلناها يوتيوب وطلعت كثير كيو، يعني بغنيها احيانا بالحفلات. When will you truly feel how deep my love is and how real my heart see nothing only you and in my thoughts you're shining through. طيب إذا بدي أتحداك اليوم عبر إنسايدر بالعربي إنك تختاري غنية بتحبيها كتير على الساحة الفنية وترجميها هلأ، أو ماي جاد تقدري؟ حاول. ولكن الموضوع اتطلب شوية مساعدة منا. شو أحلى غنية بتحبيها لشيرين؟ يلا شيرين بحب لها غنيتين كتير على طول بغنيهم على أساس أنا صوتي كتير حلو. بحب يا بتفكر يا بتحس، وبحب مشاعر. مشاعر I think she chose مشاعر. شو رأيك؟ يلا. ومن بعد ما اخترنا الأغنية بدأت بانا بترجمتها. أوكي باترا، هاي بدقيقتين حاولت أعمل شيء. أوكي. Emotions they take me they ponder and break me. Emotions they drain me with your love. ترارا كومينج سون. شو رايك؟ ما عرفنا نقفلها للغنيه، ننزلها سوشيال ميديا كومينج سون انسبايرد باي باترا. واي نوت دون. وهذا لم يكن التحدي الوحيد اللي نجحت فيه بانا موسيقيا. اغنيه القعده الحلوه، هالغنيه اللي ضربت على يوتيوب، واذا فينا نقول ضربت اكثر على تيك توك من بعد التحدي اللي اطلقتيه. خبريني اكثر عنها. هالاغنيه ما كانت اصلا على البال ولا على الخاطر، ولا كنت عم بسمع اغاني مصريه. كان على اساس بدنا ننزل الاغنيه اللي رح تنزل قريبا، ولكن حسيت انه
في ناس بياخدوا بريك خلينا نقول أو أخدوا استراحة بوقت الكورونا وهيك قرروا أنه مضوا وقت مع العيلة. عملنا هذا الشيء بس حسيت بملل، حسيت لازم أعمل شيء، لازم هيك أتحرك. سألنا ليش ما بننزل شيء إيجابي بوزيتيف. فكرة التحدي كانت فكرة محمد بساط، هو شخص أنا بشتغل معه على صعيد السوشيال ميديا. قلت له ما عندي فولوورز على التيك توك، كيف بدنا نعمل تحدي؟ قال لي خلينا نجرب. هلأ في ناس معينة على التيك توك بيقبضوا مصاري لا يعملوا تحدي أو لا يشاركوا بشيء. أنا قررت أنه لا، إذا حبوا بيشاركوا فيها. تحدي القاعدة الحلوة لبانا شارك فيه أكثر من 10 ملايين شخص على تيك توك، والكثير نفذها بطريقة الخاصة.